في التعقدات هذه. احنا ما خلصت حكي على السابق في الفترة على السريع فيه. الفترة على السريع اللي كان فيها عبد الله او بدناش اسم عبد الله علي اللي كان موجود بفترة البطولات وفترة صحيح ما في اداء كان وانا بشهد الاداء ما كان اشي عالي لانه كان فريق كلياته فريق جديد وفريق شاب وبده بتعرف في كرة القدم الفريق الشاب والفريق اللي لسه بده وقت حتى يتجانس وحتى يصير فيه عنده اداء كان عنده نتيجة والاداء زي الاداء هسه يعني ما اختلفش كثير. هسه التعاقدات انا بتذكر سعادة النائب طارق خوري صديقي وحبيبي كنا في لبنان مباراة سلام صغرتة بدنا نلعب فيها انا قعدت مع طارق خوري قعد معنا انا وعبد الله وصار يحكي انه احنا الفريق الحمد لله رب العالمين فريق نجوم وفريق شاب وفريق حتى احنا بجوز السنة الجاي ما نحتاج ولا لأي محترف. هذا كلام سعادة النائب وهذا الحكي انا سمعته تمام على بركة الله وعبد الله بنفس الوقت كان بيحكي لا في عندنا مراكز بدنا اياها. روحنا هسه احنا مشكلتنا صارت وحلمنا هل الاتحاد الاسيوي هو عقدتنا الاتحاد شو الاتحاد الاسيوي يعني شو بده يسوي احنا خلينا في المحل هلا الفريق الشاب هذا عليه اصبر سنه سنتين ثلاثه اللي انعمل بتاخذ اتحاد اسيوي وبجوز اذا دخلت بافريقيا تاخذ افريقيا بس اصبر انت بدك اتحاد اسيوي بتعاقدات لاعبين طب ممكن تجيب كمان 10 لاعبين وكل واحد قيمته 200,000 دينار وما تاخذش ما تتاهلش في الاتحاد الاسيوي ما تتاهل. انت ابني فريق شاب فريق كلياته حيوية فريق نجوم كلياته منتخب أولمبي وكلياتهم صغار ومنهم طلعوا على الأول وكلياتهم طموح وكلياتهم أنت هذا الفريق اللي بتحمله أنت كانت هاي سياستك وحكينا أنا بالنسبة إلي كعثمان حكيت والله بجوز هاي السياسة اللي متابعها إدارة نادي الوحدات الآن ما في إدارة في تاريخ الكرة الأردنية اتبعتها متبع طريقة صح. ليش تغير هو يعني قبل عبد الله اخذوا الاتحاد الاسيوي وحتى تطلب من عبد الله ايام الجيل الذهبي اللي كان يهز الاسم اللاعب فيهم يهز اخذنا اتحاد اسيوي هسه صرت طالب عبد الله في لاعبين عمرهم 20 سنه اللاعبين هذول اللي عمرهم 20 سنه قبل بيومين كانوا مع المنتخب الاولمبي اجوا على مباراه القادسيه كاتين لاعب مهم كان عندنا احمد هشام في مركزه كتفه مخلوع من مباراة المنتخب جايين منهكين على مباراة القادسية اشي طبيعي جدا انك راح تواجه شغلة زي هيك لانك انت كل سياستك وكل استراتيجية اللي رسمتها وعملتها قلبتها رأسا على عقب مشان مباراة الاتحاد الاسيوي كاس الاردن احنا ما خرجنا منه وانا بحكيها هسه بتم المليان احنا ما انغلبنا من الفيصلي اللي انغلبنا من الفيصلي سببه صديقي واخي وحبيبي طارق خوري. ليش انت عندك مباراة مهمة كأس اردن مع الفيصلي وكلياتنا بنحكي الفيصلي اذا بالمركز الاخير لسه كنا نحكي قبل شوي صحيح. او الوحدات بالمركز الاخير وبده يلعب مع الفيصلي اختلفت الدنيا واختلفت الموازين وفيش بتعرفش مين بيفوز تمام؟ صارت الموافقة على لاعبين بنقدر احنا او كاداره بتقدروا انه ما توافقوا للمنتخب الاولمبي ياخذ لاعبينك جينا طلعنا على الفضائيات وصرنا ننظر احنا فريق بطولات احنا لعشر سنين بطولات احنا لخمسة وعشرين سنه بطولات خلي لاعبين الاولمبي ما يلعبوش عادي ما في مشكله احنا عندنا فريق ثاني وثالث احنا بالصف الثالث بناخذ بطوله يا اخي هذا الحكي زمان ولا الغرور مش كويس. انت فريق راسمه بانيه في ايديك خطوة بتستغنى عنه بتقلبه 360 درجة وبتلاعب لاعبين ما لعبوش بجوز 5 دقائق وعشر دقائق طول الدوريات وبتصير تقول لي احنا عنا اسماء وعنا فريق ثاني وثالث لا انت خلي اللاعبين الموجودين وبعدين احكي خسرنا او فزنا كل فريق الاولمبي ما لعب في المباراة كلها وفريق الاولمبي يعني يعتبر الفريق الوحدات اللي اخذ البطولات صحيح. وخسرنا بخسارة يعني بصراحة يعني هزيلة وبرضو من كرة ثابتة احنا مبارياتنا مع الفيصل اللي بنخسرها قاعدين من كرة ثابتة
يعني برضو مش يعني فنيات وأداء، ويعني برضو كلياتها كرات ثابتة. كابتن، تحدثنا الان، تحدثت او تحدثت بحراره عن الفتره الكابتن عبد الله ابو زميح، حنحكي وتحدثت ووضحت لانه كانت الفتره جماهير الطالب قالت عبد الله ابو زميح عند اول خساره، والان انت تحدثت. الان حنحكي ونفس ما انت تكلمت الان بحراره عن الكابتن عبد الله ابو زميح، نجي لفتره الكابتن عماد خان كان في بدايه المشوار الموسم الحالي. التعاقدات اول شيء انت ما اعطيتنيش رايك فيهم، التعاقدات اللي كانت مع الكابتن عماد خان، كان عودة الدميري وعبد الله ديب وأشرف نعمان وحاتم علي أبو خضر. من وجهة نظري، وما حدا يزعل على وجهة نظري، أنا كل واحد له وجهة نظره. كابتن اليوم هون أنا بحكي باسمي كمشجع، أنا بدي أنوه لشغلة مش كمدرب، أنا بدي أنوه لشغلة إنه اليوم الكابتن عثمان معنا هو كمتابع ومحب لنادي الوحدات، وكان مع جهاز فني سابق كمتابع لنادي الوحدات. إحنا حاولنا تكون إدارة الوحدات معنا لكن في ظروف خاصة منعت إنه يكونوا متواجدين معنا في الحلقة هاي. إن شاء الله الحلقات القادمة راح تكون الإدارة هون، راح توضح أكثر، راح نطرح لها الأسئلة، الأسئلة الجماهير كرة القدم، جماهير نادي الوحدات، وراح تجيب على الأسئلة. لكن الكابتن عثمان معنا اليوم هون بتكلم من محبته لنادي الوحدات، من متابعته لنادي الوحدات، متابعته الدقيقة، وهو قادر على تقييم الأمور. تفضل كابتن. أول شيء أنا يعني حرارتي وانزعاجي، لأنه يعني وأنا مش ضد سعادة النائب طارق خوري، صديقي حتى جاب لي عقد قبل يومين على لبنان وبعقد كبير والأمور تمام، يعني صديقي إذا بجوز يبطل هسه يودينا على لبنان. على كل حال أنا ما بديش رياضة، يعني أنا بحكي يعني كل الاحترام لكل الأشخاص، هو بيجتهد أي واحد فيهم بيجتهد. لكن أنا أنوه للشغلة هاي إنه فترة اللاعبين المنتخب الأولمبي، يعني هاي اتحاد كرة قدم خلينا نحكي بشكل عام، وسياسة طلب لاعبين المنتخب الأولمبي للمشاركة. لا، في هاي في المباراة اللي طلعوا لها بيقدر يوافق بيقدر يرفض النادي، يرفض النادي إنه ما يطلعهم، وبكون معه حق قانونيا ودوليا واتحاديا وكل شيء. مباراة الفيصل اللي بنحكي عنها، حلو، مباراة كأس، أوكي، مباراة الكأس. راح الآن نجي على فترة التعاقدات. فترة التعاقدات يا سيدي، برضو سياستنا إنه بناء فريق والفريق مشي ولا هلا إحنا بنحكي في مهاجم. أنت أشرف نعمان لاعب كبير ولاعب محترم ويحترم من الجميع، وكان مطلب جماهيري كمان إنه يجي أشرف نعمان. أشرف نعمان اللي بنعرفه، مش الحالي، أشرف نعمان اللي بنعرفه. هسه أنت أشرف نعمان هو مهاجم، هو لاعب يلعب يعني خلف المهاجمين، خلف المهاجم وعلى الشمال. أنت جايبه كمهاجم، أنت ناقصك على الشمال وناقصك خلف المهاجم. طب ما هم نجوم الموجودين عندك، نجوم سواء أحمد سريوة سواء كل اللاعبين الموجودين عندك نجوم، بهاء، الحج مالك، هذول مهاجمين عندك. انت قلت بدي اجيب مهاجم مشان اخذ اتحاد اسيوي، مهاجم بهز. اشرف مركزه مش لا مع الفيصلي ولا مع في السعوديه ولا باي مكان، هو مهاجم. بجوز انا غلطان، يصحح لي اي واحد بيعرف بالفوتبول. طيب اشرف لبى الطموح، ما لباش الطموح، ما لبى الطموح، صحيح. وانا كنت ضد، انا كنت ضد كمتابع كمتفرج فقط، كنت مش حاب انه يجي اشرف، لانه اشرف مكلف وعقده 100,000 دينار، وال100,000 دينار يعني مش الطموح اللي مطلوب كمهاجم. نعم. الدميري ما عندي يعني مشكله، كانت يعني لازم وجوده، لاعب كبير ولاعب كبير ولاعب مكانه يعني بحاجه له. عبد الله ذيب صدقني احب شخصيه عندي ولقلبي عبد الله ذيب، ولاعب من الطراز الأول ومن الطراز العالي. نعم. لكن يا أخي ما فيش داعي أنك تجيبه. طب ما أنت مطلع زي عبد الله لاعب بجنن وأحلى منه، ولعب في الدوري وكان نجم وأحلى أحلى من هيك ما في، اللي هو أحمد هشام مركزه، رغم أنه أحمد هشام كمان آخر مبارتين عليه 100 كويشن مارك، بس إحنا كمان ما خلينا الاستقرار موجود. طلع أحمد هشام، قاعد أحمد هشام، طلع صالح راتب، لاعب أحمد راتب 5 دقائق 10 دقائق، تشاركوا ما تشاركوش يا رجل. صالح راتب من أفضل اللاعبين الموجودين في الأردن الآن، في الأردن الآن في فترة الإعداد ما لعبش ولا مباراة ودية، ما تجربش في مباريات ودية، في المباريات الرسمية 10 دقائق وربع ساعة ونص ساعة. طب هذا لو واحد بيعرف إمكانية صالح بيعمل هيك أو بيقعده هيك؟ صحيح كلامك سليم فيها. عندنا مشاكل اللي هي بالتخطيط وبالتنظيم، بالتخطيط وبالتنظيم.
جينا للكابتن عماد خان كان. أنا والله أنا مستحيل أذكر أي مدرب، أنا مدرب بحكيش على مدرب سيء وكويس وهذا، لكن أنا عثمان أطلبني هسه لريال مدريد، لريال مدريد مدرب حراس أو مدير فني بروح، بروح طبعا. عماد خان كان مش هو اللي أجى على النادي وقال أنا بدي أروح أدرب، أنتوا اللي طلبتوا، أنتوا بالاسم حددتوا الأسماء اللي بدكم إياها، وكان طموح وكان الجمهور يعني غضبه وزعله إنهم بدهم مدرب على مستوى عالي يمسك الفريق. انت روح عبد الله، الجمهور روح الجمهور، كل الجمهور بدناش عبد الله وبدناش عثمان وبدناش غياث شلاليط طلعوهم. بس كابتن جمهور الوحدات ايد الكابتن عماد خان كان لحظه استلام. انا شو بحكي لك، بقول لك انا قاعد بحكي لك انه عماد خان كان لما اجى الكل بده يهلل، شو بدهم يعني مدرب جديد جاي وبدهم مش عبد الله، لانه كان طموح الجمهور وفكر الجمهور كلياته هو حق مشروع لهم انهم بتطلعوا على الاسيوي مش بس محلي، وتغرر فيهم انه يعني بروح عبد الله بيجي مدرب بناخذ اس، كل واحد كان يقعد على الطاوله وقدامه الميكروفونات وحواليه اعضاء الاداره كلياتهم والكابتشينو والشاي والهذا، كل واحد كان يجي يقول هذا فريق بطولات، هذا فريق محليا، انا مش سائل محليا في الجيبه، انا جاي مشان ناخذ الاسيوي، انا اللي شايفه لا اسيوي ولا محلي على هالفكر وعلى هالعقلية، على هالفكر وعلى عقلية. طب كابتن الكابتن عماد خان كان بتشوف انه ما اخذش فرصته الكافية؟ انا بنظري طبعا لا،